نحن نسمع ونرى الكثير من الأخبار عن إنسان اعتدى على الحيوانات أو النباتات أو حتى إنسان اعتدى على إنسان، لكن هل فعلا وصل الأمر بالإنسان أن يعتدي على روبوت؟ في عام 2019 نشرت صحيفة نيويورك تايمز أخبار عن عدد من حوادث الاعتداء العنيف على روبوتات في بلدان مختلفة. كانت معظم تلك الاعتداءات على الروبوتات التي صنعت على هيئة بشر، فقد تم قطع رأس روبوت على هيئة رجل متحرك في ولاية فيلادلفيا الأمريكية، وضرب روبوت أمني حتى وقع على الأرض. وفي ولاية سان فرانسيسكو غطت مجموعة من الشباب رأس الروبوت أمني آخر بقطعة قماش وضربوه. لكن السؤال المحير، لماذا يهاجم الإنسان الروبوتات؟ هل لأن الروبوتات لا تستطيع الدفاع عن نفسها؟ وبالتالي يفرغ الإنسان رغبته في العنف مع روبوتات بحرية؟ أم أن البشر خائفون من أن الروبوتات ستأخذ وظائفهم؟ ما هو الحل لهذه العلاقة الجدلية بين الروبوتات والوظائف والإنسان؟ للجواب على هذه الأسئلة أنا محمد وحيد، السلام عليكم ويلا بينا. عندما نفكر في كلمة روبوت قد تأتي لأذهاننا صورة عن شيء من الخيال العلمي أو أحد أفلام هوليوود الرائجة. لقد تم إنشاء أقدم روبوت حقيقي في أوائل الخمسينات من القرن الماضي بواسطة جورج سي ديفول، كان يدعى يونوميت، وظهرت كلمة روبوت لأول مرة عام 1920 في مسرحية روسوم العالمية للرجال الآليين للكاتب التشيكي كارل تشابيك. إن الحقيقة هي أن معظم الروبوتات في العالم الحقيقي عادة ما تكون مصممة لتنفيذ مهام محددة، حيث تم استخدام الروبوتات في المصانع، لكنها أصبحت مؤخرا أكثر شيوعا في مجالات أخرى مثل مصانع الأدوية، حيث تستخدم في التوزيع والفرز وتجميع الأدوات الخفيفة والتعبئة والتغليف، وفي مصانع السيارات تستخدم في الطلاء واللحام والتجميع ومناولة المواد، وبالتالي تختصر الكثير من الوقت. ولولا هذه الروبوتات لأصبحت تكلفة الأدوية والسيارات باهظة الثمن، وتستخدم أيضا في السيارات ذاتية القيادة، وسيؤدي ذلك حتما لتغير عدد من الصناعات المختلفة. ولذلك قد يجد بعض البشر أنفسهم خائفين من فقدان الوظائف، وهو أمر طبيعي جدا. سواء شعر البشر أن الروبوتات شيء جيد أو سيء، سيحتاجون لإيجاد طريقة للتكيف معها. وراح أوضح أمر مهم جدا. حسب موقع CNBC الإخباري، فإن الاقتصاديون المتخصصون بهذا المجال يقولون أن الروبوتات يمكن أن تشغل أكثر من 20 مليون وظيفة تصنيع حول العالم بحلول عام 2030. وأيضا حسب دراسة لجامعة أكسفورد، يمكن أن يكون هناك 14 مليون روبوت يعمل في الصين وحدها في غضون 11 عاما. كما تعتبر كوريا الجنوبية الدولة الأولى عالميا في تكنولوجيا الروبوت، 631 روبوت لكل 10,000 عامل بشري. على الرغم من هذه المخاوف حول مستقبل التوظيف، لكن يجب التوضيح أنه لهذه الروبوتات حاجة اقتصادية شديدة، حيث تنتج الروبوتات أعمالا أكثر دقة وعالية الجودة وبسرعة كبيرة، ويمكنهم أيضا إنتاج كمية أكبر في فترة زمنية أقصر، وأيضا يمكنهم عمل بسرعة ثابتة دون فترات راحة أو أيام عطلة أو إجازة. كما تقوم الروبوتات بعمل المهام الخطرة كبديل عن العمال البشريين، وتعتبر فترة انتشار وباء كورونا من أكثر فترات التي تحولت بها الكثير من الشركات والمصانع إلى روبوتات. لكن هل سيؤثر استخدام الروبوتات على جميع الوظائف؟ إذا كانت وظيفتك تتضمن الرد على الهاتف أو جلوس وراء المكتب أو قيادة سيارة أو حمل صندوق، فإن يمكن لروبوت أن يحل مكانك، وهذه ليست توقعات، حيث أن شركة جوجل أطلقت سيارات إجرة ذاتية القيادة، والصين تبني أول مصنع يعتمد على عمالة الروبوت بالكامل. وحسب دراسة لمعهد أبحاث ماكنزي، فإن هذه المهن تشكل 51% من الاقتصاد الأمريكي، مثل مندوبو المبيعات عبر الهاتف، نسبة خسارتهم للوظيفة ستصل إلى 99%. أيضا عمال الطباعة نسبة خسارتهم للوظيفة 98%. بالرغم من ذلك، هناك وظائف لا يمكن للروبوتات أن تسيطر عليها. تلك الوظائف هي التي تحتاج لمسات إبداعية وأفكار متجددة وتقديم الرعاية والعاطفة، وراح أذكركم نماذج من هذه الوظائف ونسبة إمكانية استخدام الروبوتات بها. أولا، مدراء الموارد البشرية نسبة استخدام روبوت بها لا تتجاوز 0.1%، ذلك لأن هذه الوظيفة تحتاج إلى مهارات إدراكية وذكاء عاطفي. نضيف لهذه المهن وظائف أخرى تحتاج للعاطفة والرعاية التي لا يملكها الروبوت، مثل المدرسون، نسبة سيطرة الروبوت على هذه الوظيفة 0.8% فقط، والتمريض 1%.
طب الأسنان 2%، والصحفيون 8%. لذا يبرز سؤال منطقي، ماذا سنفعل عند فقدان وظائفنا أمام الروبوت؟ الجواب بسيط، وهو أنه يجب علينا التأقلم كما فعل البشر سابقا. عندما دخلت حاصدة الحبوب واستغني عن آلاف العمال في عملية حصد المحاصيل الزراعية، حيث تحول هذا العامل من عمل يدوي لحصد الحبوب بإنتاجية ضعيفة جدا إلى سائق روبوت ضخم وهي الحاصدة، وبذلك حصلت عملية التأقلم وزادت الإنتاجية أضعافا مضاعفة وقلت التكاليف. لذلك يجب التعلم والبحث عن وظائف جديدة تتناسب مع متطلبات العصر، ومن الضروري جدا تحديد الوظائف التي ستكون أكثر في حال أصبحت روبوتات أكثر فعالية وانتشارا في عالمنا، مثل مهندسو التصميم والبيانات ومشغلي روبوتات ومهندسو البرمجة ومهندسي التحكم الآلي والحواسيب وخبراء الخوارزميات وهندسة الميكانيك. إذا لاحظنا أنه على الرغم من أن الروبوتات قد تؤدي لاختفاء بعض الوظائف، لكنها في نفس الوقت أدت لظهور وظائف جديدة أيضا. فبحسب تقرير منتدى الاقتصادي العالمي للعام 2020، قد تأخذ الروبوتات حوالي 85 مليون وظيفة من البشر بحلول عام 2025، لكن في المقابل ستظهر 97 مليون وظيفة جديدة بسبب استخدام هذه الروبوتات. إذا نلاحظ أن خوف البشر في هذه المرحلة في هذه النوعية من الروبوتات مبالغ فيه وغير مبرر، لأن هناك أسباب تجعل الروبوت غير قادر على أخذ فرص العمل بشكل كامل، فإن الروبوت لا يمكن أن يفسر لماذا اتخذ القرار، كما أن الروبوتات قد تكون منحازة وتخفي تمييز عنصري أو على أساس الجنس. مثلا ترجمة جوجل إذا أردت ترجمة جملة هو ممرض هي طبيبة من الإنجليزية إلى الهنغارية ثم أعدت ترجمتها للإنجليزية، ستكون النتيجة هي ممرضة هو طبيب، ويمكنكم تجربتها. وهذا يعتبر نوع من الانحياز وتخصيص الوظيفة لجنس محدد. لذلك يجب أن نتوقف عن إلقاء اللوم على التكنولوجيا بأنها سبب في البطالة ونجد الحلول ونتقدم للأمام. أحد أهم الحلول هو تجهيز الطريق لأبناء الجيل القادم ليتمكنوا من مواجهة سيطرة الروبوتات على الوظائف في المستقبل من خلال تعلم تكنولوجيا الروبوتات والاستمرار بذلك مع كل ما هو جديد. وثانيا تجنب الاعتماد على مبدأ ما تعرفه أفضل مما قد تتعرف عليه، بالإضافة إلى دراسة مجالات العمل التي ذكرتها سابقا على أنها وظائف المستقبل. بالخاتمة، إن الروبوتات أصبحت جزء أساسي من اقتصاد الدول المتطورة والمنتجة، وبل جسر للدول النامية لتطوير اقتصادها، وهي ضرورة أساسية في عالم منافسة شديد، لأنها تمتلك إنتاجية كبيرة جدا في بعض القطاعات، بحيث روبوت واحد قد يغني عن مئات العمال، وفي نفس الوقت أنواع من الروبوتات تعمل في خدمات معينة لا يحب الإنسان أن يعمل فيها. لكن القلق الوحيد المتنامي الموضوعي من الروبوتات هو إمكانية حصول الروبوتات على قدرات الوعي الذات، بمعنى أن يستطيع الروبوت أن يتخذ قرار بشكل ذاتي، ولذلك هذا الموضوع قد يستخدم بشكل لا أخلاقي في روبوتات الجيوش، أو إمكانية فقدان السيطرة على الروبوتات مثل ما حصل في بعض أفلام هوليوود، وهذا ما حذر منه شخصيات عالمية، وأيضا ما سمعنا عنه مؤخرا من أن شركة جوجل وشركات أخرى تعمل على إعطاء الروبوت قدرة الوعي الذاتي. لكن روبوتات الصناعة والخدمات البسيطة هي ضرورة وليست خيار، وستكون جزء أساسي من حياتنا شئنا أم أبينا. إذا كان لديكم تعليقات أو اقتراحات شاركونا بها ليستفيد الجميع. شكرا جزيلا، السلام عليكم. We'll be right back.